مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من برلين محمد فوزي اللامي، الخبير العسكري والسياسي. أهلا بكم سيد محمد. بداية، كيف تقيم الوضع الأمني في محافظة البصرة؟ يعني الناشطون الآن يتحدثون عن ازدياد نشاط الميليشيات في المدينة. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بالفعل تم جلب قوات إضافية وخصوصا من الميليشيات، تم تعزيز هذه القوات، ولكن في المقابل نجد بان هنالك عزيمه جيده من قبل شباب البصره ومن قبل المتظاهرين، وبالفعل يتعرضون الى القمع ويتعرضون الى الاعتداء طبعا بموافقه الدوله وتحت غطاء الدوله، وهذه حقيقه جريمه اخرى تضاف الى سجل هذه الحكومه من جرائم قمع الحريات وقمع المتظاهرين بدل التفاهم معهم وبدل الوصول الى حلول لمشاكلهم. فالوضع الأمني في البصرة حقيقة وضع سيء جدا ووضع مزري، حاله حال وضع الخدمات، وأنا أتوقع بأن المظاهرات سوف لن تتوقف، سوف تستمر، وبالنتيجة سوف نجد نشاط لهذه الميليشيات والقوات الحكومية أيضا يتصاعد مع هذه الفعاليات من ناحية خرق حقوق الإنسان والتعدي على هؤلاء المتظاهرين. سيد محمد، يعني محاكم في البصرة ألقت القبض أو أصدرت أوامر قبض جديدة على 3 متظاهرين متهمين بإحراق مقرات لميليشيا تسمى ثأر الله. طبعا بعد أن أطلق سراحهم رفضت هذه الميليشيا هذا الموضوع، موضوع إطلاق السراح، وتمسكت بإلقاء القبض عليهم ويعني تعهدهم بدفع كفالة مادية وما إلى ذلك. الآن نتحدث عن نقطة مهمة في هذا الموضوع، هناك ميليشيات تطالب القانون باستمرار عدم التنازل عن حقها واستمرارهم بإلقاء القبض على هؤلاء. أصلا هي الميليشيا في البداية هل هي شرعية موجودة في البلد؟ هل هي قانونية لتطالب بحق قانوني؟ ولماذا الآن تلجأ ميليشيا مسلحة تعمل خارج إطار القانون تلجأ للقضاء؟ يعني هو أولا هذه المقرات مقرات غير رسمية، هل هي مقرات حكومية؟ هل هي ثأر الله؟ هل هي تابعة لوزارة الدفاع، لوزارة الداخلية، لأي وزارة فيها في البلد لكي تمارس سلطة عسكرية؟ هذه المقرات هي مقرات غير رسمية. وغير ثانيا أن الميليشيات سواء كانت المنضوية داخل الحشد والموجودة حاليا والتي تتكون وتتكاثر هي مخالفة حتى للدستور الذي هم وضعوه، مخالفة للمادة الدستورية 9 ثانيا أنه لا يجوز يمنع منعا باتا إنشاء أي ميليشيات خارج منظومة الدفاع والداخلية. إذا نحن نتحدث عن قوة غير رسمية، لكن الأحزاب والتواطؤ بين الأحزاب وبين هذه الميليشيات والتخادم حقيقة أوجد المساحة لهذه الميليشيات كي تعمل، واليوم نحن نجد بأنها يعني تدخلت في ملف البصرة لاضطهاد المتظاهرين وابتزازهم ولسحب اليد طبعا من الشرطة ومن الجيش الموجودين، كي تكون الميليشيات في قادم الأيام هي من يكون في مواجهة المتظاهرين في البصرة. ماذا بقي للدولة في محافظة البصرة إن كنا نرى الميليشيات الآن هي التي تتحكم بالمشهد، هي التي تطالب بحقها، أو هي ربما هي التي تتحكم بالقضاء الموجودة أو حتى المحاكم الموجودة في البصرة؟ ماذا بقي لهيبة الدولة في العراق وفي البصرة تحديدا؟ سيد الكريم، نحن نتحدث عن دولة، هنالك لا توجد دولة، لا توجد حكومة، نحن اليوم في مرحلة فرض الواقع. هذه الميليشيات اليوم بدأت من بعد الانتخابات الأخيرة عام 2018 وبعد انتخاب عادل عبد المهدي الضعيف جدا والصوري هو رئيس وزراء دمية صورية، اليوم نحن ذهبنا إلى مرحلة لوردات الحرب، وهذه الميليشيات أصبحت اليوم تفرض الأمر الواقع على المواطن العراقي وعلى الشرطي وعلى الموظف وعلى رجل القانون وعلى الجميع. نحن اليوم أمام مرحلة ميليشياوية بحتة، هذه الميليشيات تتسلم أوامرها من خارج الحدود من إيران وسوف تخدم الأجندة الخارجية، ولا أعتقد بأن هنالك أي إمكانية في الداخل بما يخص الحكومة أو الجيش والشرطة أو القانون في الوقوف في وجه هذه الميليشيات أو محاولات صدها. من برلين محمد فوزي اللامي، الخبير العسكري والسياسي، شكرا جزيلا لك.